أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أنه لا يوجد شيء مستحيل ويجب على الإنسان أن يتحلى بالعزيمة والإصرار من أجل الوصول إلى أهدافه، مشددا سموه بأنه لا يوجد شيء اسمه الفشل. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن برنامج 100 موجه التي ينظمها مركز الشباب العربي الإماراتي بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين. وبدأت الجلسة الحوارية بكلمة من معالي شمة بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مركز الشباب العربي، قالت فيها: إن اليوم هو يوم استثنائي نستضيف فيه شخصية استثنائية في وطن استثنائي، ونجتمع اليوم في جلسة توجيهية عن العزيمة والإصرار ضمن برنامج 100 موجه الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وهنأت شمة بنت سهيل المزروعي سمو الشيخ ناصر بن حمد قائلة: نيابة عن كل الشباب الإماراتي والخليجي والعربي، نبارك لسموكم الفوز ببطولة العالم للرجل الحديدي. هذا وقد تم تقديم هدية تذكارية إلى سموه من وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر. اليوم نستضيف قدوة لكل شاب عربي، قدوة بأخلاقه وقيمه، قدوة بتواضعه، قدوة بدعمه للشباب، وقدوة بإنجازاته، قدوة أيضا بإصراره وعزيمته، قدوة بوطنيته، وطنية اللي تعلمنا حب وخدمة الوطن. نرحب باسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قدوتنا وموجهنا لهذه الجلسة اليوم. أنا ما أعتقد أني أنا وصلت يمكن 10-20% من اللي أنا أتمناه لحد الآن، لأن اللي أنا أشوفه أمام بعيد، أشوف غيري شايل هذه الراية، وأشوف نفسي أيضا نسخة تختلف عن هذه النسخة. ولكن ما كانت سهلة بالنسبة لي، أبدا ما كانت سهلة بالنسبة لي أني كل ما أحصل يكون موجود، لأن أعتقد أن كثير من الناس اللي مثلا ما جلسوا معي أو ما شافوني بشكل يومي أو ما عرفوا اللي أنا يعني أحارب عشانه بشكل يومي، يظنون كل مطلوب سهل وكل شيء أطمح له بيكون موجود وكل شيء أبغيه بيكون عندي، وهذا خطأ. أكثر الأمور اللي أنا أسويها واللي أنا أقوم بها واللي أضعها أمام النصب بعيني تكون شبه مستحيلة، تكون شبه مستبعدة أنها هي تحقق. لكن شو أسوي، أنا ما أخذ الأمر بفردي واروح بنفسي واحاول انجز هذه، اخلق الفريق اللي حولي اللي يقدر يترجمها، اخلق الفريق وثم اكون انا في الصف الامامي من مبادرات، من اعمال، من منجزات اداريه، ومن منافسه، من تحدي، كل هذه صارت بالنسبه لي شبه غير مستحيل. فأبي اعطيكم مثال بسيط، لا نروح في التحدي والبرفورمنس والرياضة وإلى آخره، خلونا نروح إحنا في أمور إدارية. عندي كثير من الشباب هني حولي الحين كانوا يخدمون معاي أو ما زالوا يخدمون معاي في قطاع الشبابي والرياضي، ويعرف الأخ هشام ويعرف الأخ عبد الرحمن عسكر عندي في اللجنة الأولمبية البحرينية إن إحنا اليوم طموحنا فوق السماء وإمكانيتنا تحت المعقول، وزود على هذا إحنا لبينا نداء الوطن باليوم الترشيد والتقليص وإلى آخره. هذا كانت سنة إعلانات وسنة تحديات وسنة وعود، ما ترددنا، رحت وأعلنت التحديات كلها أمام جلالة الملك، رحت من الناحية الرياضية أعلنت عام الذهب، قلنا هالسنة بننجز الذهب من أكثر السنوات اللي طافت علينا، وفعلا قدرنا أن احنا ننجز أكثر الذهبيات، فعلا قدرنا احنا ننجز اكثر المبادرات الشبابيه ونحصل عليها اشاده دوليه. فمعناته اداريا
احنا ولله الحمد بخير. كذلك المؤسسة الخيرية الملكية، انا استلمت المؤسسة الخيرية الملكية في 2009 وما زالت بنفس الميزانية، ما زالت بنفس الميزانية، من كانت لجنة صغيرة تهتم في شؤون بسيطة الى ان الان احنا على العالم ككل نساعد الداخل ونساعد في الخارج، وعندنا حول 10,000 يتيم وأرملة نهتم فيهم بشكل يومي. فهي المسألة مسألة إدارة، مسألة حلول، ومسألة أن الواحد دائما يلقى الحل. حكى عن الإرادة وفصل وأرخى تجربة فيها توغل، وعن عام الذهب لم يتحدث هنا سوى الإنجاز. الشباب والعزيمة محور هذه الفعالية التي تستضيف سمو الشيخ ناصر بن حمد ملهم الشباب، وتأتي ضمن مبادرة 100 موجه ترمي إلى بناء شخصية الشباب ودفعهم لتحقيق أحلامهم. نحن طبعا بفضل الله موفقين، منطقتنا وبالذات طبعا الشرق الأوسط موفق بإذن الله، هو مطمع لأشرار هذه المنطقة ما في شك، ولكن الخيرات بهذه المنطقة وبجهود هذا الشباب وبوعي هذا الشباب، واعي أنه هو إن شاء الله راح يكون في مصاف العالم في السنوات القادمة إن شاء الله. كانت الجلسة عن العزيمة والإصرار وأهمية هذه السمات والأخلاق والقيم وحب التحدي. سموه قبل كم من يوم فاز بالمركز الأول أول ضمن مشاركة أكثر من 3,000 مشارك، وهذا الفخر مش بس فخر لكل شاب وشابة في مملكة البحرين، لكن لكل شباب العالم. فكانت جلسة مميزة، وبصراحة كل شباب العالم بحاجة لهذه الدروس، بحاجة لهالإلهام. إن برنامج 100 موجه الذي تنظمه الإمارات وبالتعاون مع شقيقتها البحرين يعتبر من البرامج الرائدة في الفكرة والمضمون، ويتيح الفرصة للالتقاء بين القادة والشباب للتعرف على مسيرة إبداعاتهم، ويمنحهم بعض الخرائط التي من شأنها رسم طرقاتهم. الصغير والكبير دائما يحتاج إلى ملهم، يحتاج إلى منتر، يحتاج إلى موجه في مختلف مجالات الحياة. فشيء جميل لما احنا نشوف تعاون من مختلف الدول العالمية موجودة عندنا هنا في البحرين ولا في باقي الدول، وهذه المؤتمرات وهذه اللقاءات اللي تصير تخدم ان الواحد تصير عنده خبرة، تناقل الخبرة هو هنا انت تقدر تحصل على المعلومة الصحيحة، انت تقدر تاخذها من شخص عاش تجربة تختلف عن لما تسمعها وتقراها في كتاب ينصحك فيه. هذه الفعالية الشبابية تضم مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم، حيث تناقش أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل الاستماع لمتحدثيه من ذوي الخبرة والكفاءة. رأينا عدداً من الأفكار والمشاريع البحرينية المثرية والرائعة، وأنا سعيدة بتواجدي هنا. شاركت في برنامج كن أنت التغيير. البرنامج هذا كان يهدف إلى زرع ثقافة إعادة التدوير، فحالياً حصولي على المركز الثاني في مملكة البحرين. فيما يتعلق بفعالية 100 موجه، تهدف هذه الفعالية إلى التقاء الشباب الطموح بالقيادات والخبرات في هذا البلد. في الحقيقة تجربة 100 موجه تجربة مثرية، تجربة تزيد من مستوى الوعي الفكري الثقافي لدى الشباب. مشروع تنموي رائد يستهدف أكثر من 12,000 شاب وشابة من مختلف دول العالم، يحظى ب100 تجربة واقعية تحيكها 100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة، لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. منصة تحمل على خشباتها موجهين من أولي العلم والاختصاص، يشاركون أولئك الشباب خبراتهم من خلال قنوات مباشرة وجها لوجه لبناء جيل من الشباب المحليين والرواد العالميين. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.